السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بخير؟ بخير يا حسين. كيف حالك شوية؟ لا يبارك فيك. كيف الخيرات؟ والحمد لله. هو على محل حنا دابا راه داكشي اللي في السوق وفي المارشي راه حنا واحد من الناس بحال كنستعملوا برودوي شيميك وبغينا نتوما دابا قلتوا اسميتو المواد البيولوجي وحنا راه مستعدين ليه الحمد لله الا كيعطي المنتوج بحال البرودوي الشيميك وراك عارف هذا الشيء راه كيجي من الزريعه راه الفلاح راه كيعاني واحد المعاناه ديال الضروريه بزاف وسيرتو هذا العام مساكن غير على مولانا والقضيه الماء ماشي بزاف كاع ولكن القضيه ديال لي برودوي راه كتدي واحد النسبه كثيره للبيت وراه كاينه واحد الدويه دابا ديال توتا راه كتقام ب 10000 درهم واحد الدويه وزياده وزيد عليها لي زونغري وزيد عليها المواد الاخرى داكشي راه عنده بزاف مصاريف بكل صراحه وبلا ما نكذبوش هادشي راه عنده مصاريف بزاف وهاد العام راكم كل عرف راه الفلاحه كلهم فرسهم هادشي راه كاينه واحد الفيروس كيشكل واحد الخطر بالنسبه للفلاح وبالنسبه حتى للدوله ايوا على مولانا في الظله وحنا تنضربوا مع هادشي على مولانا وخص تفوت 6 دراهم الفوق حتى 7 دراهم عادي لوك وعندك شويه ديالك غير باش تقطع الواد اما من 5 درهم لتحت راك غار خدام راك غار خدام داكشي راه تابعو بزاف المصاريف وهذه دابا راه هذه اللي كتشوف دابا راه 4 شهور في العمر ديالها يلا هذه تابع واحد 30 يوم دابا بدا فيها الجني هذه واحد 30 يوم يلا بدينا الجني بزاف قلت لك غير واحد الدويه كل كنزه راه خصك تديك بعدا واحد مليون و200 12000 درهم غير في واحد الدويه ديال توتا وخلي عليك لي برودوي اخرى احنا مستعدين على هذه القضيه اللي قلتي مزيان الا كانت هذا الشيء ديال البيولوجي وقلت المصاريف وراه مزيانه للفلاح ومزيانه للجميع وفيها المنفعه ديال الصحه وفيها المنتوج مزيان اليوم كنتواجدوا في جامعه بلفاع بعد اللقاء التواصل اللي اليوم تم بمقر جامعه بلفاع قاعه الاجتماعات بحضور فلاحه ديال الشوكايت بلفاع لا ريجيون والناحيه ديال بلفاع بعد النقاش اللي كنعتبروا حنا ناجح 100% اتضح انه المحور او المحورين الرئيسيين اللي كيدور عليهم النقاش ديال الفلاحه والاستفسارات ديال الفلاحه هما جوج الاسئله اليوم الفلاح كيقول لك حنا عندنا امراض في الضيعات ما خلينا ما درنا ما عندناش الحلول عندنا مشاكل الفيروس الناس مضطرين ينتفوا الشجره ديالهم بعد ما صرفوا عليها الفلوس كاين الناس اللي كيقول لك احنا ما عرفناش شنو غادي نديروا في هذه الحالات حنا كنقولوا انه شركه اللي دخلت في 2016 كنا كنقولوا هاد الناس كنقولوا لهم انه راه جبنا لكم الحلول ان شاء الله بواحد المنتوج اللي هو مهم اورغانيك اللي عجيب بالنسبه للناس اللي خارج المؤسسه ولكن بالنسبه للمؤسسه كتعتبره عادي لان مبني على علم ومبني على كيمياء طبيعيه وصنف في اختراع على الاساس على المستوى ديالنا كمؤسسه على المستوى ديال الوطن ديالنا دونك اختراع فريد من نوعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي هذا المنتوج هذا اللي هو كابابل يعني قادر على الولوج داخل الخليه ديال الكائن الحي دونك حنا الا بدينا كنهضروا مع الناس على المستوى ديال الخلايا ديال المنتوجات ديالهم بمعنى انه غادي يمشيو ابعد ما يكون باش نمشيو نصلحوا داك الخلل اللي كاين في الحياه والتوازن ديال الخليه اللي كيخليها كتكون ما قادراش تضرب على راسها ما عندهاش مناعه ماشي قويه ما غاديش يتحمل التابعات او المجهودات اللي مطلوب منها واللي بغات هذاك المستثمر فيها يوصل لها بتاتا دونك يكون عندنا مشكل ديال التغذيه ديال الزراعه ديالنا كيكون عندنا مشكل ديال نقص المناعه عندنا مشكل ديال بعض المعادن ما كاينينش سيغ في التغذيه دونك حنا كنجيبوا الحل كنجيبوا واحد المنتوج كنعرفوا انه الزراعه خصها على الاقل ما يناهي اكثر من 28 مكون في التغذيه يوميا او على الاقل في التغذيه باش تعيش ما يمكنش نعيش واحد الزراعه بثلاثه العناصر ولا بعض العناصر هذاك الشيء لا يعقل دونك حنا كنجيبوا واحد المنتوج اللي فيه اكثر من 36 مكون
منتوج اورغانيك طبيعي كابابل باش قادر باش يدير يحسن من مردوديه ويوصل المنتوج الى اكثر من ضعف او ثلاثه اضعاف باقل تكلفه ممكنه. هذا هو مجال باش النقاش، وكان شويه ديال الجدال على اشنو هو البديل، اشنو هو الى حيدنا واحد المنتوج. حنا ما كنهضروش على التحيد ولا ما تحيد، كنهضروا على الحلول. كل واحد يجيب المنتوجات ديالو وتضافروا المجهودات وتضرفوا الجهود. حنا كحلقه كنكمل واحد الحلقه اللي الناس كاينين شغل التيران ديجا محتاجينهم، وحنا بغينا نخدموا ونجتهدوا كامل باش نلقاو الحلول لهذا الفلاح اللي بدا كي صراحه كاين تاثيرات واضحه بين السنه الفائته وهذه السنه، باعتبارنا متواجدين لمده 6 سنوات كنشوفوا انه الناس بدات تفكر، على الاقل كتوقف بحال هكا دابا وقفت باش تقول اشنو وقع، شنو هو الحل، شنو غادي نديروا. هادشي ما كانش عندنا حنا في 2017 في 2018 ملي بدينا، كنا حنا كنقولوا هاد المساله هذه كنقولوها كتجي شويه صعيبه، كتجي شويه جديده على الناس غريبه، ولكن اليوم بعد 6 سنين بدا الناس التوعيه كاينه، بداو الناس كيتجهوا للحلول اللي هي اورغانيك اللي هي طبيعيه اللي غادي يعطيو ان شاء الله واحد الحلول على المستوى ديال الاستثمار وعلى المستوى ديال الحفاظ على الصحه ديال المستهلك وصحتي الجيب ديال الفلاح، لان هذا هو سورتو اللي كاين واللي كان مع الناس اللي كانوا معنا في هذا اللقاء. وشكرا جزيلا.